أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن مملكة البحرين حققت نهضة شاملة في مجال تعزيز الحقوق والحريات لكافة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة وعلى مستوى سواء على مستوى التشريعات أو الآليات المؤسسية ذات العلاقة نعم جاء ذلك لدى استقبال معاليه اليوم وفدا من مجموعة أصدقاء البحرين في البرلمان الأوروبي الذي يزور البلاد حاليا حيث استعرض معاليه الانجازات الحضاريه والتنمويه التي تشهدها مملكه البحرين والتي تعد ثمره الدعم والاهتمام من قبل القياده الحكيمه لحضره صاحب الجلاله الملك المفدى منوها الى الدور الذي تضطلع به السلطه التشريعيه وفي اطار من التكامل والتنسيق مع الحكومه الموقره لتعزيز منظومه التشريعات الوطنيه الداعمه لحقوق الانسان وتعزيز التعايش المجتمعي واحترام التعدديه ونشر قيم التسامح في المملكه بالاضافه الى سبل تحقيق التطور والتقدم المنشود على كافه الاصعده الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه على اعتبار صيانه حقوق الانسان احد اهم الركائز التي اكد عليها دستور المملكه وميثاق العمل الوطني واكد معاليه خلال اللقاء اهميه تنميه التعاون بين السلطه التشريعيه في مملكه البحرين والبرلمان الاوروبي وتبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا المطروحه على الساحه الدوليه وفيما اعرب معاليه عن تقديره لاعضاء الوفد باهتمامهم بمملكه البحرين وما تشهده من نمو وتقدم في مختلف المجالات لا سيما فيما يتعلق بالمجال التشريعي من جانبه اشاد وفد مجموعه اصدقاء البحرين في البرلمان الاوروبي بما تشهده مملكه البحرين من نهضه شامله في مختلف المجالات وخاصه في التعليم وتوفير الخدمات الصحيه والتنميه الاجتماعيه وتعزيز الامن والاستقرار والتنميه الاقتصاديه المستمره، مثمنين الجهود المشتركه التي بذلتها المملكه لمكافحه انتشار جائحه كورونا على المستوى الدولي.